عاجل مصر والتحرك لضرب سد النهضة بعد مكالمة جو بايدن. ومكالمة جو بايدن توضح وعدد عمال مصريين ضخم سيصل إلى ليبيا، تعرف على عددهم والتفاصيل. وخبر صار من صندوق النقد الدولي لكل المصريين، وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن أمير قطر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وهل بايدن قادر على حل مشكلة سد النهضة؟ تصريح الرئيس السيسي يوضح. وصدمة بيان خطير من هيئة قناة السويس عن سفينة إيفر جيفن. صلوا على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله جيلكم أهم الأخبار. وفجر زرار اللايك عشان تجيلكم فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده فعلا هيفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول موضوع معانا، وعاجل مصر والتحرك لضرب سد النهضة. مكالمة جو بايدن توضح. أمريكا من أسبوعين تقريبا أرسلت مبعوث مخصوص لمنطقة القرن الإفريقي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، اسمه جيفري فيلتمان. المبعوث الأمريكي وقتها زار مصر، والرئيس السيسي في لقائه معاه أكد له أن الملف ده قضية وجودية، حياة أو موت بالنسبة لمصر، ومش هنقبل المساس بمقدراتنا ولا بمصالحنا المائية. وأكيد في كلام تاني الرئيس السيسي بلغوا بيه ولم يعلن عنه. اللي كان ملفت ساعتها ولسه لحد اللحظة دي ملفت برضو، ان بمجرد رجوع المبعوث الامريكي لوطنه، وزارة الخارجية الامريكية اصدرت بيان شددت فيه على ضرورة استكمال المفاوضات في اسرع وقت، لان القرارات اللي هتتاخد الفترة الجاية هيكون ليها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة. نفس الكلام اللي نبه عليه الرئيس السيسي. وكمان النهاردة اعلنت الخارجية الامريكية فرض قيود على منح تأشيرات لاي مسؤول امني او حكومي اثيوبي حالي او سابق، بالاضافة لفرض قيود كبيرة على المساعدات الاقتصادية والامنية اللي بتقدمها امريكا لاثيوبيا. ولسه امبارح او اول امبارح الرئيس الامريكي بايدن اتصل بالرئيس السيسي، والرئيس السيسي اكد له تمسك مصر بحقوقها المائية. كل ده بيحصل بالتوازي مع وجود اعداد ضخمة من القوات المسلحة المصرية في السودان بكل افرعها، حتى سلاح الدفاع الجوي اللي نادرا لما بيكون له دور في المناورات والتدريبات الخارجية. اللي عايز اوصله لك في الاخر انك تطمن، حقك تقلق طبعا، لانه ملف مهم جدا واهم من اي حاجة تانية مهما كانت ايه. لكن صدقني في تحركات كبيرة بتحصل انا وانت ما نعرفهاش ولا ينفع نعرفها غير في الوقت المناسب. والملف ده بالنسبة للقيادة السياسية امر ما فيهوش اي نقاش او تهاون او اي نوع، ومش هنفرط في نقطة مياه واحدة حتى. هيتحل ازاي بقى وامتى ده هيحدده عوامل كتير، لكن زي ما الرئيس السيسي قال بلاش تقربوا لنقطة مياه من مصر، لان كل الخيارات مفتوحة واللي عاوز يجرب يجرب. رئيس السيسي يعني مدي للعدو او الخصم اللي قدامه فرصة التجربة، فيعني حضرتك عاوز تجرب معانا، عاوز تهزر معانا، احنا جاهزين جدا، ما عندناش اي مشاكل. وانا اتمنى ان اثيوبيا تفضل على تصريحاتها ان هي هيتم الملء الثاني في موعده. انتوا شاطرين جدا، خليكم على هذا الموقف، وان شاء الله القيادة السياسية والجيش المصري ليهم كلام تاني. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الموضوع، يعني ده كان تحليل بسيط. طبعا من حق حضراتكم ان اشوف تعليقات حضراتكم عن هذا الموضوع واعرف رأي حضراتكم. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا نخش على الخبر التالي، ننتقل لخبر اخر معانا، وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن امير قطر. والرئيس السيسي اكد اهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعب مصر وقطر، والتكاتف لمواجهة المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. الرئيس السيسي أكد خلال لقائه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدولة قطر حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة.
وزير خارجية قطر نقل رسالة من الشيخ تميم والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين مصر وقطر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بشأنها بما يخدم تطلعات الدولتين. وقد تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهل انتم شايفين ان هيكون في علاقات طيبة بين مصر وقطر في الايام القادمة ام لا؟ طبعا رأي حضراتكم مهم. ننتقل لخبر اخر معانا. عدد عمال ضخم سيصل الى ليبيا، تعرف على العدد والتفاصيل. قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي انه من المتوقع ان يصل نحو 1,000,000 عامل مصري الى ليبيا الفترة القادمة وفق الاتفاق مع الحكومة الليبية. البدوي وضح في تصريحات صحفية أن عدد العمال سيزداد بشكل تدريجي ليصل نحو 3 ملايين عامل. أضاف أن الإنشاءات والبناء من أكثر المجالات التي تحتاجها ليبيا لإعادة الإعمار، ما سيحد من معدل البطالة في مصر. المصدر معنا كان من RT. خبر صار يعني وجميل جدا، أسعدني الحقيقة. ننتقل لخبر صار من صندوق النقد الدولي لكل المصريين. أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط. الصندوق أوضح في بيان أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من مجلس التنفيذي، وبعدها ستحصل مصر على حوالي 1,016,000,000 دولار، مبينا أنه سيقدم تمويلا إضافيا لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة. كما أعلن الصندوق عن اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهر، وأضاف يجب على مصر إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة. مصدر معنا كامل رويترز. صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، و هل بايدن قادر على حل مشكلة سد النهضة؟ تصريح الرئيس السيسي يوضح. اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بايدن قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة. وفي منشور على صفحته عبر فيسبوك، الرئيس السيسي عبر عن سعادته بعد الاتصال الذي تم بينه وبين بايدن. والرئيس السيسي كتب: سعدت بحديثي المطول مع الرئيس بايدن والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة. أضاف: أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية، وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعيا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وننتقل لخبر آخر، وصدمة بيان خطير من هيئة قناة السويس عن سفينة إيفر جيفن. كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية عن تقدم هيئة قناة السويس بمستند يفيد بوجود مواد خطرة على ظهر السفينة البنامية إيفر جيفن المحجوز عليها. وكشفت الحيثيات أن هيئة قناة السويس قدمت للمحكمة حافظة مستندات ضمت 12 وثيقة، من بينها صور لصيغ تنفيذية ومحاضر لأمر الحجز وتنفيذه والمطالبة المالية بمبلغ الدين والمقدر ب 916,526,494 دولارا أمريكيا، وصور من خطابات احتجاج وتحفظ مقدمة إلى ربان السفينة
بالإضافة إلى صورة من قائمة الشحنات والمواد الخطرة المحملة على ظهر السفينة إيفر جيفن. وأسست المحكمة حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها السبت 29 مايو الجاري على نص المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، والتي توجب على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال 8 أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد ذلك النص أن المشروع عقد الاختصاص بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز للمحاكم الابتدائية اختصاصا نوعيا دون النظر إلى قيمة الدين المطالب به. يشار إلى أن هيئة قناة السويس أكدت في دعواها أن قيمة المبالغ المستحقة على السفينة تمثل دين بحري ناشئ عن عملية إنقاذها، وما عليها من بضائع يتمثل في قيمة إيجار الكراكات وتكاليف عملية إنقاذ تلك السفينة وصولا لاستخراجها من الشحط والجنوح وتعويمها، وكذلك مكافأة الإنقاذ المستحقة للهيئة نتيجة عملية الإنقاذ. وأضافت الهيئة أن تلك مبلغ الدين يتضمن أيضا تعويض ما لاحق بهيئة قناة السويس من أضرار مادية نتيجة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس في الفترة من 23 مارس 2021 وحتى 29 مارس 2021، وما تبعه من تغيير السفن لمسار إبحارها ومغادرة قناة السويس لتوقف حركة الملاحة بها، وكذلك الأضرار المعنوية التي مست بسمعة الهيئة من خلال الهجوم عليها من وسائل الإعلام الدولية، مما قد يؤثر على العائد المادي الذي تدره على الهيئة من السفن العابرة للمجرى الملاحي مستقبلا، مما ستضطر معه الهيئة لمنح تخفيضات لتلك السفن لمواجهة تلك الآثار السلبية. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية. أنا أرى يعني أن من حق مصر أنها تحجز على السفينة وأنها تطالب بالمبلغ اللي هي عاوزاه أو المبلغ المستحق تعويضا للضرر اللي وقع على هيئة قناة السويس. من حق مصر أنها تاخد حقها بالشكل اللي هي شايفاه. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار المتواضعة من قناتكم وصفحتكم باسم إسلام الأمين مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم العبد الله الفقير إسلام وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، يعني بيتعب معانا جدا، تحية طيبة ليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.